قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا المشهد العظيم، ابنوا لي خيمة، انصبوا لي خيمة. لما جاء أسامة قال: يا رسول الله، أولا تسكن بيتك؟ وقال: وهل ترك لنا عقيلا بيتا؟ من عقيل؟ عقيل ولد أبو طالب. قال: خذ بيتك منه، أنت اليوم منتصر وفاتح. قال: كيف أخذ بيتي من ابن رجل دافع عني؟ أبوه أبو طالب. والله لا أخذ بيتي من عقيل، فإن أبا طالب دافع عني، وهذا وفاء بوفاء. أنا أرد اليوم لعمي الوفاء لأنه دافع عني ووقف معي، فلا يمكن أن أخذ هذا البيت. هذا واحد. الأمر الثاني قال: انصبوا لي خيمة. فنصبت الخيمة. أولا أنصب الخيمة، هذا أول واحد الموقف حتى لا أخذ البيت من عقيل. اثنين قال: انصبوا لي خيمة بقرب قبر خديجة. ليش؟ قال: لأن خديجة زوجتي رضي الله عنها شاطرتني أحزاني وآلامي، وتعبت معي حينما حصلت لي الإيذاءات في بداية الدعوة في مكة، وهي اليوم قد ماتت. أريدها أن تعيش معي أفراحي والفتح المبارك الذي أعيشه. أي وفاء لهذه الزوجة العظيمة. ويا لو تكلمنا عن الوفاء بين الأزواج يبيننا حلقات وحلقات، لكن انظروا إلى هذه البركة، بركة الوفاء